ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي مع الفقرة الطبية. دلوقتي معادنا مع صفحة جديدة من صفحات كتاب الرشاقة والجمال. نوراني النهاردة ضيفتي العزيزة الدكتورة مي عبد اللطيف، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة On Target Pharma. هنفتح الكتاب مع بعض وهنختار صفحة من صفحاته نفيد بيها كل مشاهدينا الكرام اللي حابين يخسوا وحاطين الرشاقة هدف ليهم. اهلا بيك يا دكتور مي. حضرتك يا ترى هتفتحي لنا انهي صفحة في الكتاب النهارده؟ هنفتح النهارده صفحة مهمة وحلوة قوي، هي ان احنا ازاي نعمل معادلة، نحل معادلة بكل سهولة ان احنا نخس وكمان في نفس الوقت نتغلب على الجوع بتاعنا. كويس، ازاي نخس وما نحسش بالجوع؟ او يعني زي يعني مثلا احنا نقدر نخس بطريقه ما تبقاش قاسيه؟ لا زي خلص. ما احنا ساعات بنبقى سامعين ان في انواع من انظمه الاكل او الرجيم او الدايت بتبقى قاسيه شويه، بتسبب نتيجه عكسيه بعد وقت قليل مش وقت طويل. اه طبعا. فعايزين بقى نعرف الموضوع المهم ده، يعني ازاي احنا نعمل رجيم ما يبقاش مؤثر بشكل سلبي على الحاله الصحيه لينا. تمام. هو اهم حاجه عشان انا اخس بشكل صحي واقدر اتحكم في الجوع بتاعي ان انا اتحكم في الكميات بتاعتي. زي ما حضرتك لسه قايله ان انا ممكن اكل كل اللي انا عايزاه بس طبعا بشكل صحي وبنفس الوقت كميات قليله. يعني لو انا حددت الكميات بتاعتي هلاقي نفسي على مدار اليوم ان انا اكلت ما حرمتش نفسي وتحكمت في الكميات. كل ما هاكل كميه قليله كل ما ده هيحسسني، هيخلي المعده تتعود على الكميات القليله وهخس اكتر، وفي نفس الوقت خلاص انا عرفت اتحكم في نسبه الجوع بتاعتي. مش طول ما احس ان انا جعانه اقوم افتح الثلاجه. وطبعا احنا برضو كمان دلوقتي الشتاء احنا بنبقى معظم الوقت قاعدين في البيت من بدري، بنبقى زهقانين بنزهق بسرعه، فاللي هو قاعدين مش بنعمل حاجه. مش زهقانين يا دكتور؟ اه بنسلي نفسنا اي حاجه. اه نشرب حاجات مثلا. أيوة بقى كلها دي مهمه قوي في الشتاء بصراحه، هي بتبقى حلوه بس، وانا ممكن برضو اشرب اللي انا عايزاه بس اتحكم برضو في السعرات، في نسبه السكر بتاعي. نبعد طبعا عن السكر الابيض، نستبدله بسكر دايت زي سكر سيسل. هنعمل اه شويه حاجات كده، يعني بنغير اللايف ستايل بتاعتنا، لان احنا في شركه On Target Pharma الهدف بتاعنا ان انا ما اقولش مثلا انا مثلا بتعامل مع حاله دلوقتي انا هعمل لك دايت. احنا لاغين فكره كلمه الدايت دي اصلا من عندنا. احنا بنعود الناس وبنديهم ثقافه جديده ازاي ياكلوا كل اللي هم عايزينه بطريقه صحيه من غير ما احرم نفسي، ازاي اعود جسمي امتى هياكل وامتى هيبدا يحس بالجوع فهيطلب الاكل الصحي، مش الاكل اللي بقى كله مقليات ونشويات، لان ده هيخليني بعديها بساعه او ساعتين هبدا اجوع تاني. اجوع تاني بالظبط. لا ده مهم قوي. احنا عايزين بقى يعني تبدأي تقولي لنا كده، طب نبدأها ازاي واحدة واحدة يا دكتور؟ قولي لنا مثلا لو احنا هنمشي على نظام هبدأ يومي ازاي؟ دينا كده أمثلة برضو. انتوا أكيد اتعاملتوا مع حالات كتير في On Target Pharma، وفي ناس بدأت في الأناسيليوم سواء العادي أو المكثف على حسب الحالات طبعا. اه طبعا. فقولي لنا كده، بيبقى لما بتبقى حالة جربت حاجات ولا قدر الله ما كانتش ناجحه معاها وبعدين بدات تتعامل مع الاناسيليوم ولسه ما عندهاش الثقه القويه، ان ادينا بقى الحاله الصعبه دي نعرف بتتعاملوا معاها. احنا دلوقتي كده يبقى احنا بنتكلم عن كورس مكثف، لان زي ما حضرتك مثلا قلتي لو حد جرب نوع دايت قبل كده او ادويه قبل كده وما جابتش نتيجه، لو انا جربت مثلا او طلبت اي ادويه، الادويه دي دلوقتي في ادويه كتير قوي متاحه من على النت انا مش عارفه مصدرها ايه. الادويه دي بتبقى كلها حاجات كيميائيه، كلها بتلعب في هرمونات الحرق بتاعه الجسم وبتلخبط الهرمونات وبتلخبط كل حاجه في جسمي. فانا لما اجي ابدا بقى اعمل دايت هلاقي ان انا مش بخس، هدخل بقى في حاله اكتئاب او هبقى مش واثقه مثلا. لو انا جيت مثلا يعني في حالات جم مثلا كتير كلمونا احنا جربنا الدايت انا مش خسرانه حاجه هجرب معاكم، بتبقى بادئه معانا ان هي ايه انا مش مقتنع بس هجرب. اه يمكن تجيب نتيجه بالظبط. فاحنا بنبدا بقى نحدد لها الكورس الكورس المكثف، لان هي طبعا لخبطه الهرمونات، فاحنا عايزين نبدا كاننا بنبدا على نظافه، نعمل ديتوكس كاننا بنخلص الجسم من السموم اللي كانت موجوده فيه الحاجات المواد الكيميائية، ونبدأ بقى من جديد ننشط هرمونات الحرق، نديها كورس مكثف. هيبقى عبارة عن ايه الكورس المكثف؟ طبعا الكورسات بتاعتنا كلها آمنة ما فيهاش اي مواد كيميائية، كلها نباتات واعشاب طبيعية. فكرة فهم الجسم دي برضو مهمة قوي. اكيد. شوفي حضرتك بتقولي نبدأ ننظف الجسم من اي حاجات ونعمله ديتوكس على اعتبار انه اتلخبطت الهرمونات. اه طبعا. فاذا في ناس بيحصل لها ده بس بتبقاش عارفة، ما بيبقوش فاهمين ايه اللي حصل او انا جسمي اتلخبط ليه، وبيبقوا مثلا شايفين ان الدواء ده مثلا العيب في الدواء.
طبعا العيب هيبقى ساعتها في الدواء لان ده كله حاجات كيميائيه لخبطت وبوظت الجسم. بس احنا بنبدا بقى ندي حاجات طبيعيه الياف. اول حاجه مثلا هنتكلم عن الانسيليوم. دي عباره عن الياف طبيعيه زي مثلا ما احنا بناخد ان في برده ناس برده زي حضرتك بتبقى قلقانه فاحنا هنطمنهم ازاي. احنا لما بنجوع مثلا يقول لك ايه بكل خياره خس سلطه. احنا ليه دايما بننصح او في النظام الغذائي نحط طبق سلطه كبير لان مليانه الياف هتحسسني بالشبع. هو ده عامل زي الانسيليوم. طب في برده ممكن حد يقول لي طب ما انا خلاص اكل سلطه او انا باكل سلطه وبجوع برده الانسيليوم هتفيدني في ايه؟ طبعا دي نسبه الياف بتاعتها عاليه جدا من 15 ل 20 ضعف الالياف الموجوده في الخضار والفاكهه. فهتحسسني بالشبع لمده كبيره جدا من 8 ساعات مثلا ل 10 ساعات. كل وظيفتها بتعمل ايه؟ هي عباره بتبقى عن باودر بحطها على نص كوبايه ميه باخدها قبل الوجبه بتاعتي بنص ساعه او ساعه. هتبدا بعد ما اشربها لازم اشرب كوبايتين ميه لان الالياف دايما بنقول بتحب الميه. كل ما هشرب ميه كل ما الالياف دي هتنزل المعده هتفضل تنفش تتمدد وتكبر تديني اعلى امتلاء للمعده. هتشغل لي مثلا من تلتين لتلات ارباع المعده كويس. فانا اديت للمعده الياف حاجه وزنها حاجه خفيفه. ان برده ممكن في ناس تيجي تقول لنا طب طالما انا شغلت الكميه الكبيره من المعده ما انا ممكن احس بتخمه او معدتي. لا خالص, الالياف دي بتبقى حاجه خفيفه جدا. هي بس بتدي كاننا عارفه خدعنا احساس بالامتلاء خدعنا الجسم انه كانه انا اديته اكل بس انا ما اديتوش سعرات حراريه خالص. انا اديته احساس بالشبع من غير ما ان هو اديله سعرات كتير او يخزن دهون. هيتبقى لي اخر ربع. الربع ده اللي احنا بنتابع معاهم الدكاتره الفريق الطبي في شركه اون تارجت فارما بالنظام الغذائي الصحي ان احنا بنستبدل اي حاجه مثلا اكل من بره مثلا الزيوت الحاجات دي كلها بحاجات طبيعيه ما تبوظش برده الجسم, ما تبوظش الحرق, ما تدخلش سعرات. فده مثلا اول حاجه هيبقى في الكورس المكثف ان احنا عندنا الياف الانسيليم حسستني بالشبع. فاللي عنده مشكله الجوع او ان هو مش عارف يتغلب على الجوع بتاعه احنا حليناها له بكل سهوله ان هو بقى شبعان. فهتحكمنا في الكميه زي ما لسه بقول لحضرتك الكميه هي اهم حاجه. كل ما بقلل الكميه انا ممكن ادوق من كل حاجه صح, اكل كل حاجه صح بالظبط. وممكن اكله واحده على فكره ما تبقاش مثلا فيها زيوت كتير بس اكلها والاقي نفسي تخنت. ليه؟ لان انا اكلت كميه كبيره. يا دكتور في ناس بتتخن من ريحه الاكل بس تقول انا تخنت من قبل ما اكل. انت عارفه لما تاكلي اكله وانت سعيده يعني فيها سعاده بالنسبه لك او اكله بتحبيها معرفش هي بتنزل بتنتشر في كل الجسم بيحصلها حاجه. لا عشان احنا خلاص من كتر ما احنا مبسوطين من الاكل بناكل ومثلا ما بنعمل يعني مثلا في شم النسيم بقى الاكله بتاعتنا اللي احنا كلنا بنحبها بجد. في ناس احنا ممكن برده على فكره في النظام الغذائي بتاعنا بنخليهم ان هم ياكلوا. في ناس بتحب الفسيخ والرنجه بياكلوها بس بنقول لهم بقى على حاجات يعملوها تانية. مثلا يشربوا ميه وياخدوا الانسيليم عشان ياكلوا اكله تبسطهم. اصل مش معقوله هيبقى في تجمع عائلي بقى والناس كلها متجمعه وانا اقول له اعمل دايت او ما تاكلش. ايوه صح. فاحنا فكره الحرمان او فكره الدايت دي مش موجوده كويس. فقلنا الانسيليم في بقى كبسولات الانسيليم. الكبسولات دي برده ايه للناس اللي عندها مشكله الشراهه اللي هي بتحب النشويات جدا والحلويات دول كتير قوي يعني. واحنا ممكن نكون حد منهم يعني بنحب طبعًا. النشويات اللي بقى الباستا والحاجات دي كلها. فبرده زي ما قلت لك فيها حاجه اسمها ماده برده نباتات طبيعيه عشبه اسمها الجورسينيا كامبوجيا. النبته دي بتعمل ايه؟ ان هي بتقلل الشراهه دي. يعني بدل مثلا ما هاكل طبق رز كامل او طبق مكرونه او حلويات كتير ببدا تتحكم في الكميه. هي دي جوه نفس الانسيليم ولا بتبقى معايا؟ دي كبسولات مع كويس. يعني احنا خدنا كده الالياف الانسيليم دي بتبقى باكيتات. أيوة. هنرشح كمان مع الكورس جنبها بقى بناخد الكبسولات دي بالظبط. الناس بقى برده يعني انا في حاله صدفتني قالت لي يا دكتور انا ممكن امنعيني من كل حاجه بس الحلويات دي ما اقدرش ان انت تقولي لي لا حبيبي. فساعتها برده انا مش عايزه ان انا اضايقها. انا برده هخليها مثلا تاكل حاجات برده بسيطه كميات هنستبدل. هي هتاخد الكبسوله مع الانسيليم هي هتلاقي نفسها ان بدات تاكل كميات قليله جدا مع ان طبعا سكر سيسل سكر الدايت. انتوا بتدوا بقى السكر انا عايزه بقى كل اصدقائي بصراحه يجربوه حلو جدا لان انا بصراحه في مشروبات ما بقدرش لو يعني شربتها من غير نسبه سكر معينه مش شرط تكون كتيره بس اتضايق ما حسش ان انا مره جربتي اصلا جربته بس كتير. انا جربته مع الحلو بارد ودخلته الفرن مع البسكيتس ولسه كنت عامله سحلب في البيت امبارح عجبني قوي. ليه بقى؟
اول مره في حياتي انا عاده بعمل السحلب بعمل حاجات صغيره ليه لانه بيبقى نسبه السكر فيه بتبقى كتيره فبستخدم كنت انواع تانية دايت بس ايه بتدي تسكيره زياده يمكن عشان هم عاملينها بنسبه عاليه قوي سيسل لقيته مديني شربت الكوبايه كلها نفس طعم السكر ونفس طعم السكر بس ما جزعتش من الكوبايه وانا بشربها فدي ميزه طبعا. وبعدين ما بيغيرش الطعم لا حسيت بمراره ولا حسيت حاجه على السخن دخل وخرج مع البسكوتات حتى بعد ما عدى يوم واتنين فدي فرقت معايا حقيقه جدا فنفسي اصدقائنا يعني نبقى ضفنا لهم برودكت جديد هم لو بيتعاملوا مع انواع تانية يجربوا يعني انا دايما بحب اي حاجه جديده تنزل لو حاجه كويسه اجربها لانه مش هقدر احكم عليها الا عن التجربه الحقيقيه بالظبط ما حيك ميزه السكر سيسل ان احنا عاملينه بماده اسمها سكرالوز دي نفس طعم الماده مصنعه نفس طعم السكر الابيض لان في ناس زي ما حضرتك قلتي مثلا اتعودت على طعم السكر بالظبط وفي انواع بقى الدايت تانية بتغير الطعم بيبقى فيه مراره شويه لو دخل في الفرن او مثلا سكره زياده ده نفس الطعم طبعا بس من غير طبعا اضرار السكر الابيض مفيش بقى سكرين ومفيش لا ما فيهوش اسبرتام ولا الحاجات دي او يدخل الفرن ما بيتاكسدش ما بيتفاعلش مع الحراره ما بيرفعش نسبه السكر في الدم الاطفال سعره يقدروا سعره كويس يا دكتور جدا طبعا اصل انا يعني اديتهولي هديه فانا لسه بجرب في اول لا لا سعره يعني مناسب جدا يعني اقل بكتير من الاسعار ادويه الدايت اللي بره واي حد مع تبع حضرتك بقى الشيف عظيم هيبعت لنا هيبقى ليه الشحن مجانا واكيد برده هيبقى ليه هيجرب السكر لازم مع ضمن الكورس بالظبط فده حلو قوي لان كمان برضو الاطفال اللي بتحب فيه بقى طبعا الاطفال ما بنقدرش نتحكم في انا انا على فكره بجربه لابني لان عندي مشكله معاه حضرتك قلتي مره فات جربتي بس ما قلتيلوش هو سالني امبارح وانا بعمله انا بحاول الصبح اديهم حاجه دافيه فمثلا ايه مش بدي حاجات تقيله فمثلا ينسون حلبة حصى بعملها بسرعه من غير ما تبقى مغليه يعني ميه سخنه فلقيته بيقول لي انا عايز طعم نفس السكر بالظبط اللي حطيتيهولي امبارح قلت له اوكي فاتبسط لانه استطعمه وعجبه اذا هو اداله الشعور اللي هو ان مستنيه ايوه حس ان في فرق وما يعرفش انه دايت لسه بس يعني ما حضرتك قلت لي لو قلت له يقول لي لا بقى ما انا مش عايز مش عايزه اقول له لحد ما تجرب ما هو ده لحد بقى ما يبدا يتعود ايوه بالظبط والحلو ان هو للاطفال في اطفال برده بتحب بقى الحاجات المسكره كتير فاحنا برده بنحط سكر سيسل عشان اهم حاجه ان في برده السكرالوز دي بتحمي تسوس الاسنان للاطفال فمهما بقى انا الام عملت له كيك بقى بشكل صحي كوكيز بقى حاجات عصاير بيتفضل يا حبايبي بالظبط ان طبعا يعني صحه اطفالنا دي لازم نخلي بالنا منها جدا وبرده اللي عندهم مرض السكر بيشربوه بكل امان اللي هو عباره عن بيعادل معلقتين من السكر بره فممكن الناس اصلا اللي هو ما بتحبش السكر قوي تاخد نص الكيس فهو حتى كمان موفر يعني موفر السكر الابيض بلس بقى حاجه انا نفسي تعمله منه بقى حاجات تتحط في شنطتنا عشان ما بقاش بستخدم نوع في الشنطه ونوع تاني ما هو اكياس صغيره ما هي اكياس دي بقى انا اقول ايه لا قدر الله اتبلت معايا منديل معايا بيرفي معايا اي حاجه اخاف فعايزه بقى حاجه تبقى ان شاء الله ننزل افورن كتير وعددنا بس عايزينكم تسرعوا بقى من القصه دي ان شاء الله اكيد فاحنا كده اتكلمنا عن الكورس المكثف الالياف مع الكبسولات هنحط السكر برده في ناس اللي بتحب بقى الحاجات السخنه في الجرين كوفي ده هايل جدا في طعم البندق والموكا ايه بقى عشان الناس اللي مش بتستطعم الجرين بالظبط القهوه بالخضره بيبقى فيها مراره شويه ايه برده اللي بيميز القهوه الخضراء ان طبعا القهوه الخضراء معروفه كلنا واخدين عنها يعني اكيد سمعنا عنها ان هي بتساعد في التخسيس بشكل كبير قوي لان في ماده اسمها كولوجينيك اسيد الماده دي بتقلل مستوى السكر في الدم فانا طول ما السكر قليل الانسولين هيبقى قليل ساعتها جسمي هيبقى عرضه وفرصه يديني فرصه هايله جدا ان هو يحرق الدهون المتخزنه جوه بالظبط فدي الماده الكولاجينيك اسيد هي دي اللي بتعمله فساعتها هيبقى امن جدا لمرضى السكر ان هم يشربوه من غير اي اضرار لان برده في ناس بتبقى فاكره ان القهوه الخضراء زي القهوه العاديه بترفع فيها كافيين فهترفع الضغط لا القهوه الخضراء برده ينفع لاصحاب مرضى الضغط ان هم ياخدوه من غير اي مشاكل وكمان بتساعد ان هي بتحرق الدهون المتراكمه في البطن والارداف فاحنا كده ادينا كورس مكثف حلينا تقريبا مشكله الجوع الشراهه الحلويات ادينا حاجات سخنه للناس اللي بتحب تشرب حاجه سخنه وكمان زودنا الحرق طب قبل بقى ما نتكلم على قصه الاطفال واصحاب الامراض المزمنه نعرض بس الصفحات اللي هي دكتور مايا عشان طرق التواصل لاصدقائنا الارقام اللي بتبقى ظاهره على الشاشه ايوه اللي موجوده دي وعليها واتساب كمان تمام وعن طريق الاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك ايوه والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك برده كويس واون تارجت فارما على الانستغرام هايل جدا وفي برده صفحه لدكتور نهال لو اتعرضت تبقى تمام هي معانا اوكي
على الانستجرام. تمام. نبدا بقى نتكلم على الكورس. ممكن يعني اللي يبدا لسه لاول مره ونقول ما عندوش مشاكل في الحرق ولا في الغده وكده، ممكن يحرق قد ايه مع الاناسيليوم لو هو حد ملتزم بالنظام وبالطريقه اللي بياخده بيها؟ هي بتبقى برضو على حسب نسبه السمنه، نسبه الدهون الزياده اللي في الجسم. بس مثلا احنا هنتكلم لو حد زي ما حضرتك قلتي ما فيش مشاكل عنده والحرق بتاعه طبيعي، يبقى مثلا من كيلو ونص لتلاته في الاسبوع. كويس. يعني هيبقى مثلا 12 كيلو في الشهر، ما شاء الله. ده حاجه كويسه. 12 كيلو يعني لو حد عنده مثلا، يعني في حاله انا لسه بتابع معاها 10 كيلو، فقالت لي يا دكتور انا قلت لها شهر، من 3 اسابيع شهر بالكتير قوي ان شاء الله هنكون احنا وصلنا للوزن المثالي. فهي بتبقى حاسه اللي هو معقوله هخس فمع الكورس بالنظام الغذائي الاثنين احنا بنقدر نحقق بقى المعادله، ان احنا هنخس، هنتحكم في الجوع، وان احنا كمان هنبدا نحرق من الدهون، هنعمل ري شيبنج برده. دي وظيفتنا ان احنا نخلي شكل الجسم متناسق. كويس. ما يبقاش الدهون متراكمه في حته اجزاء معينه من الجسم. وده بيضايق ناس كتير وبنات كتير حقيقه، ولا يبقى في ترهلات برده، لان دي برده في ناس يقول طب لو انا خسيت كل ده ولازم كده مع وقت الواحد بينزل فيه ده. بالظبط. طيب قول لنا بالنسبه للاطفال، علشان احنا برضو الاطفال في اوقات كده اطفال بيبقى حبايبي. في عند في برضو طبعا احنا في شركه اون تارجت فارما عالجنا حالات كتير اطفال عندهم سمنه. بنرشح لهم ايه مثلا؟ كورس اللي هو الياف الاناسيليوم ده، الطفل برضو هيبقى بيشربه. احنا لما بنيجي نتعامل مع الاطفال مش بنتعامل ان هو عنده مش بنفهمه ان ده دواء، لان دايما الاطفال بتبقى رابطه فكره الدواء بالدكتور، يعني الدواء طعمه وحش فيبدا يعند من قبل اصلا ما يجرب. أيوة. فاحنا بنخلي الام تحطه له على نص كوبايه ميه هو بطعم اناناس، فهو كانه بالظبط بيشرب عصير اناناس، ما بيحسش ان ده دواء او طعمه وحش، بالعكس طعمه مسكر. وده كمان اللي هيديله بقى احساس الامتلاء واحساس ان هو خلاص شبعان، وهيدي ان هو غصب عنه هيتحكم في الكميه اللي هو بياكلها. كويس. مع سكر سيسل برده عشان الام تقدر تعمل له كيكس بقى، الحاجات المسكره اللي هو بيحبها. فلان الاطفال هم دول احنا بنديلهم الالياف مع السكر، وممكن اعشاب المورينجا كمان. هايل. طب ناخد الصفحات مره ثانيه بعد اذنك يا دكتور مي، عشان في اصدقاء بيتصلوا وما لحقوش يصوروها من على الشاشه. عن طريق الارقام اللي بتبقى ظاهره على الشاشه، واتساب ومكالمات، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فورم على الفيسبوك. اوكي. والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ على الفيسبوك برده، واون تارجت فورم على الانستجرام، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال على الانستجرام. حلو جدا. طيب قولي لنا بقى الناس اللي عندهم مشاكل في غده درقيه، انا عارفه ان في حالات معاكم ما شاء الله، في ناس اتكلموا بالفعل ودخلوا معانا نجحوا في ان هم الحمد لله حتى بياخدوا مع دواء الغده، صح كده؟ طبعا لازم الغده ما بيوقفوش، بس يبقى العدد الوزن او عدد الكيلوات بتبقى يمكن تقنن شويه يعني اقل من الطبيعي. بالظبط. لان بيبقى في مشكله في هرمونات الحرق، فالدواء الغده مع الكورس المكثف ساعتها لو في حاله الغده هندي الكورس المكثف اللي احنا لسه قايلين عليه، مع بقى في حاجه زياده هنديها لهم السلاك. كويس. السلاك ده هايل جدا جدا، ان هو بيزود معدل الحرق. في ماده اسمها الكارنتين، الماده دي ما فيها مش ماده كيميائيه، لان في ناس بتفتكرها ان هي كيميائيه، لا هي ماده طبيعيه جسمي اصلا بيفرزها وبيصنعها عشان دي بتزود الحرق عندي. وفيها برضه نسبه كافيين، يعني السلاك كله بيبقى اكتر للناس اللي بيبقى عندها مشاكل في الغده ما بتحرقش، او الناس اللي حصل لها ثبات في الوزن ما بقتش تحرق اكتر من كده. فدي بنحطها لها مع الكورس المكثف عشان نرجع تاني ننشط هرمونات الحرق، عشان الجسم يبدا يحرق من اول وجديد، ويحرق الاهم من الدهون الداخليه، ويمنع تخزين دهون جديدة من الاكل اللي بره. بالظبط. ده هايل جدا. طيب لكن امراض القلب والكوليسترول والسكر امان الحمد لله، هو حاجات طبيعيه، ما فيش فيها حاجه حتى من المضافه مع الكورس ما فيش اي حاجه بشكل سلبي. لا طبعا لا، وكل حاله صحيه على حسب، مثلا حد بياخد ادويه للضغط، ادويه للسكر، احنا بنعرف الجرعات اللي بياخدوها عشان نقدر برضو نظبط جرعات الكورس بتاعتنا. كويس. مع ايه الحاجات اللي فيه؟ ممكن الكبسولات مش هديها مثلا لو سيده مثلا في فتره الرضاعه، مش هديها كبسولات او مش هديها حاجه فيها كافيين، عشان طبعا بينزل في اللبن برضو بيتاثر. فاحنا على حسب كل حاله بنعرف هي هتاخد ايه، بس طبعا كلهم بيبقوا امان، بس على حسب كل حاله صحيه ايه المناسب ليها بالظبط، عشان نوصل لاسرع نتيجه واحسن نتيجه ترضيهم وترضينا احنا كمان معاهم. اكيد يا دكتور. والله انا يعني عايزه اقول لك انه انتم متابعتكم جميله، وفي ناس كتير بتشكر في يعني مش بس في دكتور مي، في كتير من الدكاتره الموجودين وقائمين الحقيقه في اون تارجت فارما. انتم ما شاء الله يعني مركزين في الجزئيه دي، وارجو انكم تفضلوا دايما على نفس المستوى ومركزين فيها بجد، ده بتفرق مع الناس جدا. اكيد. طبعا اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، الدكتوره مي عبد اللطيف،
اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه لدى شركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني يا دكتور مي، وطبعا للقاءات تانية وموضوعات مهمه اكيد معاكي. واسمحوا لي طبعا اشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لحسن المتابعه كل اصدقائي مشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم من هنا لحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوفكم على الف خير وصحه وسعاده وسلامه، وسلام عليكم.